ككل مرة نحن سعداء بزيارة معالي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للمملكة المغربية، وإن كان معالي المستشار لا يحتاج إلى ترحيب في بلده، وزيارته تأتي في إطار اللقاءات الدورية والاجتماعات اللي تعقد مع معالي المستشار في إطار توجيهات جلالة الملك بمتابعة الملف الليبي والعمل مع المؤسسات الليبية الشرعية للدفع بحل الأزمة الليبية. البرلمان الليبي ورئاسته المتمثلة في معالي المستشار لها دور أساسي في هذه المرحلة الدقيقة، ودور أساسي كذلك للدفع بحل الأزمة الليبية في إطار ما هو متوافق عليه. انطلاقا من توجيهات جلالة الملك المغرب في التواصل مع كل المؤسسات الشرعية الليبية، وبالتأكيد مع مجلس النواب كمؤسسة أساسية في المسار التحضير للانتخابات المقبلة. احنا اليوم 24 يونيو، مفروض بعد 6 أشهر بالضبط في 24 دجنبير تكون انتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، واللي غادي تكون واحد يعني هي المرحلة الحاسمة في مسألة الشرعية في ليبيا وتمكين الليبيين من انتخاب مؤسسات رئاسية وبرلمانية تمثلهم. المغرب يرى بأن إجراء الانتخابات يجب أن يكون هو الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة، وأن تنخرط كل المؤسسات الليبية للتحضير لهذه الانتخابات حتى تتم في أحسن الظروف. مجلس النواب له دور أساسي، والمغرب يثمن الدور الذي يقوم به معالي المستشار لتحقيق هذا الهدف وتمكين الليبيين من انتخاب مؤسساتهم بكل حرية في 24 دجنبير المقبل. المغرب مع معالي المستشار بتعليمات من جلالة الملك سيكون دائما مع المؤسسات الشرعية الليبية ومع كل المجهودات التي تقوم بها المجموعة الدولية لحل الأزمة الليبية في إطار ما تم التوافق عليه، وخاصة من خلال إجراء الانتخابات في تاريخها وتعبئة كل المؤسسات من أجل إنشاء هذا الاستحقاق الهام الذي ينتظره الليبيون وينتظره كذلك المجتمع الدولي. مرة أخرى مرحبا بكم معالي المستشار في بلدكم. شكرا. معالي الوزير، أنا سعيد جدا بوجودي اليوم في المغرب الشقيق في إطار التواصل المستمر بيننا وبين المغرب، ودور المحور الهام للمغرب في حل الأزمة الليبية سواء في الاجتماعات الدولية أو غيرها. المغرب لا يطلب منه أن يحضر في كل المؤتمرات الدولية لأنه متواجد يوميا وليس بعد فترات طويلة، يوم بيوم السلطات في المغرب على تواصل معنا من أجل حل هذه الأزمة الليبية. وتأثير المغرب كبير جدا في المجتمع الدولي برعاية جلالة الملك، رعاية حل الأزمة في ليبيا. نحن نقدر ونثمن هذا الموقف التاريخي العظيم من المغرب الشقيق، وهو داعم حقيقة لتحقيق رغبة الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. نحن نؤكد أيضا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021 وتحت إشراف المجتمع الدولي وجماعة الدول العربية حتى تكون انتخابات نزيهة. لكن نحن نصر على أن الشعب الليبي هو من يختار من يحكم بطريق الانتخابات المباشرة لرئيس الدولة وأيضا لمجلس النواب في الموعد المحدد. كل الإجراءات اتخذت، لقاء حصل بيننا وبين السيد رئيس المفوضية للانتخابات منذ أسبوع، وطلبنا منه الإعلان عن بدء تسجيل الناخبين في سجلات الانتخابات، مما يعني دعمنا لعملية المفوضية للانتخابات حتى تقوم بدورها والاستعداد
للانتخابات، نطالب الحكومة أيضا بدعم هذه المفوضية حتى تتمكن من القيام بدورها في الوقت المحدد. نحن نؤول كثيرا ونؤكد ذلك على دور المغرب الشقيق ولمكانته الدولية بأنه يدعم الشعب الليبي ويؤكد أن الحل هو الانتخابات. لا حل لقضية ليبيا إلا الانتخابات من الشعب الليبي ومباشرة من الشعب الليبي دون أي محاولات أخرى للانتخاب بأي. الرئيس عندما ينتخب من الشعب الليبي يكون لديه الشرعية من كل الشعب الليبي، يكون رئيس لكل الليبيين وليس لمجموعة من مجلس النواب أو من مجلس الدولة أو من أي جسم آخر، هم من يختارون الرئيس. هذا سيكون رئيس للنواب أو رئيس لمجلس الدولة، لكن عندما ينتخب الشعب الليبي رئيس هذا يكون رئيس الشعب الليبي، وهو من سيقوم بالمصالحة ورد الحقوق لأصحابها. تتوحد مؤسسات الدولة تحت شرعية دولية ومحلية. نحن حقيقة نكرر الشكر الجزيل ونؤكد أن المغرب معنا يوما بيوم، تحضر المؤتمرات، تغيب عن المؤتمرات لأسباب تعني المغرب، ولكن نحن نؤكد لأهلنا في المغرب أن حكومة المغرب تحت رعاية جلالة الملك هي في صف الليبيين وعلى تواصل كبير معنا، ونعول كثيرا على دور المملكة في المرحلة القادمة ودعمنا في أن تكون الانتخابات كما قلت في موعدها وتحت إشراف الأمم المتحدة نزيهة وشفافة حتى يختار الشعب الليبي من يحكم. وشكرا لكم جميعا.